هالماراثون النسائي منه بس مهرجان رياضي، رسالته أكبر، ولو كانت الرياضة هي رسالة إنسانية بحد ذاتها، هو دعوة للصحة والعزيمة وإثبات الذات، موجهة لكل صبية وسيدة لبنانية. مثل ما نحن بمؤسسة يدنا ندعي المرأة لتحافظ على قلبها لأن صحتها هي أساس صحة عائلتها، أو مثل ما الهيئة الوطنية تدعم قضايا المرأة، خلي مشاركتنا بهالماراثون الخاص تكون رسالة فرح وحب للحياة ووعي لحضارة هالفكرة. ما تنسوا الموعد 4 أيام.